في عام 2017 تم اقرار الانتقال لتنفيذ رؤيه المملكه واليابان 2030 وتاتي هذه الرؤيه نتيجه لمحادثات تمت في اطار عمل بين الحكومتين يسمى المجموعه المشتركه من اجل رؤيه السعوديه واليابان والتي قرر تاسيسها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي في سبتمبر عام 2016. حيث تدعم مسيره علاقات مميزه بدات منذ اكثر من ستين عاما وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعيه تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائيه والزيارات المتبادله بين قاده ومسؤولي البلدين الصديقين حيث تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتصبح رؤية مستقبلية تهدف لتعزيز التعاون الثنائي الشامل بين البلدين في عدة مجالات أساسية كتعزيز فرص التجارة والاستثمار والتمويل وتطوير مجال الطاقة والصناعة والاهتمام ببناء القدرات والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم وتفعيل الشراكة الثقافية والرياضية الدور السعودي يكمن في دعم المصدرين لرفع نسق المنافسه والترويج للخدمات والسلع دوليا، وكذلك رفع الحواجز التي تعيق تعاوننا من خلال حزمه استراتيجيات لتحسين كفاءه المناخ الاستثماري ولزياده الوعي في مجال الصادرات والتطوير. وفي وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء قبل ثلاثة أعوام نحو 100 مليار و163 مليون ريال بنسبة صادرات بلغت 72 مليارا و342 مليون ريال ونسبة واردات تصل إلى 28 مليار ريال ولمكانة المملكة ودورها في دعم عجلة الاقتصاد العالمي كعضو في مجموعة العشرين وشريك تجاري موثوق ارتفعت عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة في الفترة الأخيرة إلى أكثر من مئة منشأة برأس مال تخطى حاجز الستين مليار ريال وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لليابان، في تاتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.